رأيت أنا مرة في منامي أنني فراشة ترفرف بجناحيها في هذا المكان وذاك. أنا فراشة حقاً من جميع الوجوه، ولم أكن أدرك شيئاً أكثر من تتبعي لخيالاتي التي تشعرني بأنني فراشة. أما ذات الإنسانية فلم أكن أدركها البتة. ثم استيقظت على حين غفلة، وها أنا ذا منطرح على الأرض رجلاً كما كنت. ولست أعرف الآن هل كنت في ذلك الوقت رجلاً يحلم بأنه فراشة، أو أنني الآن فراشة تحلم بأنها رجل. قالها الفيلسوف الصيني جوانغ زو الذي عاش حوالي القرن الرابع قبل الميلاد، وصف بها حالة الاختلاط لديه بين الواقع والحلم. فهل حياتنا مجرد وهم؟ والأصح، هل نعيش في محاكاة؟ من منا لم يشاهد ثلاثية The Matrix؟ تدور الأحداث عن عالم افتراضي من صنع آلات ذات ذكاء ذاتي تتحكم بالإنسان وتجعله كالبطارية، كما تقوم بخلق عالم افتراضي يعيش فيه الإنسان بخياله. طرح مجموعة ضخمة من الأفكار والأسئلة الفلسفية القديمة والحديثة. ومع التقدم الكبير في مجال العلوم التكنولوجية والفيزيائية، ظهرت فكرة العيش في محاكاة بشدة. فهل فكرة العيش في محاكاة أو عالم افتراضي جاءت من الفيلم؟ بالطبع لا، هذه الفكرة كانت ملازمة للبشر منذ الأزل حول حقيقة حياتنا. هل هي حقيقية؟ وهل ما نعيشه من حولنا هو الحقيقة؟ هل حياتنا مجرد حلم لن نلبث أن نستيقظ منه، أم أنها حقيقية؟ وكيف يمكن تعريف الحياة الحقيقية؟ قبل 2400 سنة طرح الفيلسوف اليوناني أفلاطون فكرة الكهف، والذي يناقش فيه فكرة أن ما يراه الإنسان حوله مجرد وهم، وأن الحياة سجن والإنسان سجين عقله. يدعي الكثير من العلماء في مجال الفيزياء أو الذكاء الصناعي أن الإنسان يعيش في عالم افتراضي، وأنه يتم التحكم به من قبل قوى أذكى وأكثر تطوراً منه. وقد يدعي البعض أن هذه مجرد خيال علمي ومجرد فرضيات، لكن أصحاب فرضية العالم الافتراضي يدعون عدم القدرة على إثبات عكس فرضيتهم. في سنة 2003 نشر نيك بوستروم العالم في جامعة أوكسفورد ورقة بحثية وضع فيها 3 احتمالات للمستقبل البشري. الأول، أن الجنس البشري سوف ينقرض قبل الوصول إلى تفوق في المجال التكنولوجي أو العلمي يمكنهم من أن يصنعوا نظام محاكاة أو عالم افتراضي محاكي للكون الحالي. الثاني، وصول البشرية لمرحلة كبيرة من التطور التكنولوجي والعملي، ومع كل ذلك التطور إلا أنهم لن يقوموا بصنع أي نظام محاكاة متطورة. الثالث، وصول البشرية إلى مرحلة كبيرة من التطور في العلم والتكنولوجيا وصنع العديد من الأنظمة التي تحاكي الواقع والكون. وهنا يطرح فكرته، وهي لو تمكن البشر من صنع أنظمة كثيرة تحاكي الكون والواقع، فما الذي يمنع أن يكون واقعنا أيضاً؟ وأن عالمنا الذي نعيشه نسخة من تلك النظم، وأن هناك من يتحكم بعالمنا، وأننا مجرد ألعاب فيديو في نظام ما. هل من مؤيد لهذه الفكرة؟ هناك عدد ليس بالقليل من الفيزيائيين والباحثين والفلاسفة يؤيدون هذه الفرضية ويعتقدون أنها قابلة للبحث، كما يدعون أنه لو كنا نعيش في محاكاة ما من صنع قوى أكثر تقدم منا، هذا يعني أنه ليس من الضروري أن نعلم ذلك. كوروراي كورزويل الباحث في الذكاء الصناعي في جوجل قال ذات مرة بأن كوننا بكامله قد يكون عبارة عن تجربة علمية لبعض طلاب الدراسات العليا المبتدئين في كون آخر. برأيك، هل ترى من المعقول أن يكون كل عالمنا مجرد وهم، وأننا نعيش في عالم افتراضي وكل حياتنا كانت لعبة حاسوب؟